السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية. هي وقفة أردناها اليوم في اليوم العالمي للمرأة في عيدها في 8 مارس. أردنا أن نقف وقفة ثقافية لنتحدث عن إبداع المرأة الجزائرية في جزائر اليوم. ما هي مميزات نصها؟ ما هي مضامينها؟ هل تخلصت المرأة المبدعة من الطريق الذي شقه الرجل من خلال إبداعه وخلفية الفحولة التي يتحدث عنها الدكتور يوسف غليسي الذي هو ضيفنا اليوم؟ إذن مرحبا بكم ومرحبا بالدكتور يوسف غليسي، الأستاذ المبدع الشاعر الناقد من جامعة قسنطينة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، سعيد جدا بهذه الاستضافة، شكرا لإضاءات أخي فرحات. أحييك وأحيي ضيفتك الأخت نسيبة، أحييكم جميعا، أحيي المرأة الجزائرية في يومها العالمي. أهلا وسهلا. ومعنا كما قلت ثانيا في الاستوديو في العاصمة نسيبة عطاء الله. نسيبة عطاء الله، أنت شاعرة وأنت باحثة في الجامعة في الرواية وتدرسين في الأستاذة في الجامعة التطبيق حول الرواية في الجزائر أو في الرواية العربية الجزائرية أو في السرديات العربية. جميل. طيب أستاذ يوسف وغليسي، عندك كتاب مهم هو حول تأنيث الخطاب أو خطاب التأنيث عند المرأة، هذا المضمون. الخطاب سد فراغا كبيرا في النقد في الجزائر. دواعيك لتأليف كتاب مثل هذا وتجمع عدد كبير 80 شاعرة وتتحدث عن التاريخ وعن النقد وغيره في الكتاب؟ صحيح، ذلك الكتاب خطاب التأنيث كان تجربة شاقة لكنها تجربة ممتعة جدا. هذا الكتاب ألف بدعوة كريمة من محافظة مهرجان الشعر النسوي الذي كان يعقد هنا في قسنطينة. طلبت مني شيئا فقدمت لها أشياء، قدمت كتابا أزعم أنه جامع لتاريخ الشعر النسوي في الجزائر، لإعلامه، لخصوصياته. طبعا التجربة كانت شاقة جدا لأنني بحثت في الأرشيف، تواصلت مع الشاعرات يعني خلال زمن طويل، كان ممتعا، ولكن التجربة في الأخير أفضت إلى الحديث عن 87 شاعرة في الطبعة الأولى، ولكن الطموح ازداد بعد ذلك. أذكر أن وزيرة الثقافة السودانية الشاعرة الكبيرة روضة الحاج حين اطلعت على الكتاب قالت لي: وهل هناك 87 شاعرة في الجزائر؟ قلت لها: بل هناك أكثر. وأكدت ذلك في الطبعة الثانية التي صدرت سنة 2013 عن دار جسور، وأضفت في تلك الطبعة 46 شاعرة كاملة، فكان المجموع 133 شاعرة. طبعا الكتاب يتحدث عن الشعر النسوي في الجزائر منذ بدايته الأولى، ربما من مرحلة ما قبل ظهور الديوان الأول. الحقيقة أن الشعر النسوي في الجزائر هو يعني موضوع حديث، لأن الديوان الأول لم يصدر إلا سنة 1969، ديوان براعم للشاعرة الكبيرة مبروكة بوساحة مد الله في عمرها، وهي الآن على مشارف 80 من العمر. منذ ديوانها الأول براعم وإلى غاية الآن طبعا توالت الدواوين وكثر عدد الشاعرات الجزائريات. يعني الطبعة الثانية من الكتاب تضمنت 133 شاعرة، ولكن هناك شاعرات كثيرات أخريات ظهرن بعد ظهور هذه الطبعة الثانية، ومن الممكن أن أعود مرة أخرى إلى هذا الكتاب لأضيف إليه هذه المستجدات الشعرية النسوية الجزائرية. إذن هما جزءان وتزمع إكمال جزء ثالث؟ نعم، لأن طبعا لأن ربما المؤسف أن الكتاب يخلو من الحديث عن شاعرات، طبعا إما لأنني كنت مقصرا في حقهن ولم أستطع الوصول إلى دواوينهن أو إلا كتاباتهن، وإما لأن ربما هناك بعض الشاعرات اللائي ظهرنا بعد صدور الكتاب. يعني هناك أسماء كثيرة
من الممكن أن نذكر كثيرا منها خلال هذه الحصة. في الحقيقة هذه الأسماء لا يمكن أبدا أن نؤلف كتابا حول الشعر النسوي دون أن نتحدث عنهن، ومنهن أسماء أنا متأكد أننا سنستمع إلى بعض قصائدهن في هذه الحصة. مبروك أبو ساحة، أول ديوان شعري عام 1969، ديوان براعم الذي أوردته في كتابك. بالنسبة للرواية نسيبة، متى بدأت الرواية الجزائرية الخاصة التي تكتبها المرأة؟ أولا أحييك أستاذ فرحات وأشكرك على الاستضافة في حصة إضاءة ثقافية، وأحيي أستاذي الكريم يوسف غليسي. بالنسبة للرواية عموما في الجزائر، ظهرت رواية فرنسية، يعني رواية مكتوبة بالفرنسية مع الكاتبة طاوس عامروش سنة 1947، الزنبقة السوداء، وكانت الرواية وكانت بعدها آسيا جبار سنة 1957 أعتقد مع رواية العطش. ثم يعني ظهرت الرواية العربية متأخرة جدا سنة 1979 مع زهور والنيسي، مع السيدة زهور والنيسي، قبلها أيضا مع يمينة مشاكرة سنة 1979 أعتقد، نعم، رواية المغارة المتفجرة التي كتبتها سنة 1973 وتأخرت في النشر حتى هذه السنة لظروف حكتها، وفيما بعد دفعها كاتب ياسين ومع مساعدة رشيد بوجدرة إلى طباعة هذه الرواية. كانت تجربة أيضا زهور والنيسي قبل الرواية أعتقد قصص رصيف نائم، وكان هذا قبل الاستقلال، ولكن نشر بعد الاستقلال. نعم. عودة إلى الشعر، أستاذ يوسف، أستاذ يوسف غليسي، ما هي المضامين التي بدأت بها المرأة كتابة الشعر؟ نعم، في الحقيقة كانت الأخت نسيبة تتحدث عن البدايات، أنا في الحقيقة كنت أركز على البدايات العربية، يعني على النصوص المكتوبة باللغة العربية، وسنلاحظ أن هناك بعض الأسماء الشعرية التي تحولت إلى كتابة الرواية، وبعض الروائيات أيضا اللواتي أصبحنا يكتبنا الشعر، وربما القاسم المشترك بين هذه الأسماء هو الاسم الكبير زهور والنيسي، وهي رائدة الكتابة النسوية باللغة العربية في الأدب الجزائري. يعني الرصيف النائم هي أول مجموعة قصصية في تاريخ الأدب الجزائري المعاصر، وقد صدرت سنة 67، وبعد ذلك يوميات مدرسة حرة روايتها الأولى بالعربية التي صدرت سنة 1979. سنلاحظ أيضا أن تلميذتها أحلام مستغانمي، وهي مخضرمة تكتب الشعر والرواية أيضا، يعني هي صاحبة ثاني أقدم ديوان في تاريخ الشعر الجزائري على مرفأ الأيام، صدر سنة 1972. يعني من المؤسف أنني سمعت مؤخرا أحلام مستغانمي تتحدث حديثا ربما من ممكن أن نصفه بالخاطئ تاريخيا، هي تزعم أنها أول من كتب الرواية في الجزائر وأول من كتب الشعر طبعا من بين النساء الجزائريات، والحقيقة أنها متأخرة شعريا عن مبروك أبو ساحة بثلاث سنوات، ومتأخرة كثيرا عن زهور والنيسي في مجال الرواية، لأن رواية ذاكرة الجسد وهي من روائع الروائية العربية لم تصدر إلى سنة 1993. طبعا المضامين مضامين مشتركة، يعني ربما حالات القهر التي عاشتها المرأة الجزائرية نجدها حاضرة بقوة سواء في الأعمال السردية أو في الأعمال الشعرية. طبعا هناك أيضا بعض الشاعرات اللائي كتبنا بلغة الفحولة، أيضا كتبنا اشتركنا مع الرجال في بعض الموضوعات
موضوعات، هناك بعض الشاعرات ربما استقللنا بالقضايا النسوية، ومن الممكن أن نشير خصوصا هنا إلى تجربة الشاعرة زهرة بالعالية. هذه شاعرة كبيرة برغم أنها متأخرة في السن أو صغيرة يعني بالقياس إلى الجيل المؤسس الأول. هذه الشاعرة شاعرة تغط في مشاغل النساء كما تقول في إحدى قصائدها، يعني الشؤون النسائية أو القضايا النسائية حاضرة بقوة في دواوينها. إذن هناك بعض القضايا النسوية البحتة في دواوين هؤلاء الشاعرات، وهناك بعض القضايا القومية التي نجدها عند الرجال وعند النساء. بالمناسبة أيضا أريد أن أترحم على الشاعرات اللائي فقدناهن السنة الماضية، يعني السنة الماضية فقط يعني سنة 2021 تكبدت الساحة الشعرية خسائر فادحة حين افتقدنا 4 شاعرات. افتقدنا أم سهام وهي من الجيل المؤسس للقصيدة الشعرية النسوية في الجزائر من مواليد 1939، وافتقدنا أيضا نورة سعدي وهي أيضا يعني ديوانها جزيرة حلم كان من الدواوين الأولى في تاريخ الشعر النسوي، وفقدنا سليمة رحال وندى مهري، وهاتان الشاعرتان افتقدناهما في غربتهما المصرية، يعني كانتا تعيشان في مصر وماتتا سنة 2021. رحم الله هؤلاء الشاعرات جميعا. يسمعي نص لزهرة بالعالية تؤيدك في نقدك، إليك وإليكم زهرة بالعالية. عوطني حب يحمله، صفف بعض الورد على مدخله، ورآني بعين العاشق أدخله، سلمني مفتاح هزائمه، وتعمد يقرأ في كفي أحلاما تثقله، ويقول بأني أميرته، ورسالته لتطلع من وجع أعوج فيه وتكمله، وبأن جميع قصائده لا تعدل بيتا سيقوله في حبي لو أمهله، يختال كأنه ينطق عن حب، أحتال كأني أصدق ما ينقله، ويظل يمارس سحره في قلق، وأظل أردد واثقة إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. كنت سأكتب شعرا ذات مساء، قلت عساني أدخل في غفلة قسيس الشعر إلى دير الشعراء، جندت لذلك أقلاما أوراقا أقمارا نافذة وسماء، وتساءلت هل أكتب في الحب في الحرب أم أكتب تأييدا للحزب، وجلست أرتب فوضى الأشياء، فتلبد وجه الصفحة لحظتها، أدركت بأن الممحاة المنسية قد تصنع في الصفحة إشراقا وصفاء. الدكتور يوسف، لو قسمت لي الشاعرات الجزائريات، زهرة بالعالية مثلا تتحدث عن شؤون المرأة بشيء من السخرية، من التهكم، تخاطب الرجل، تنكت، تسخر إلى غير ذلك، وهي صاحبة قصيدة مميزة مختلفة في الساحة الجزائرية. لو سألتك وأنا أطرح سؤال على المضامين، كم عدد الشعراء اللواتي يكتبن في هذه العلاقة ربما المتوترة بينها وبين الرجل؟ طبعا زهرة بالعالية شاعرة كبيرة لا جدال في ذلك، طبعا هي تنتمي إلى الجيل يعني الجيل الذي ظهر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. زهرة بالعالية أنا كنت كتبت عنها مبحثا في كتاب خطاب التأنيث، عنونته بزهرة بالعالية أشعر الشاعرات لولا الوزن المكسور قليلا، وقد أخذت هذا الكلام من إحدى قصائدها، يعني ربما هي وهذا ربما هذه خاصية في الشعر النسوي الجزائري والشعر النسوي العربي، أحيانا ربما نجد الشاعرة لا تنتبه إلى بعض هذه الكسور البسيطة أو بعض الأخطاء اللغوية البسيطة، أحيانا تتعمد ذلك، ولكن زهرة تستقل بتشكيلها الفني الجميل وهي تتحدث عن الشؤون النسائية، عن القضايا النسائية.
أيضا ربما زهرة بالعالية أهم ما يميزها هو هذه الأنفاس السردية التي تطالعك من خلال قصائدها. إذن هي تكتب الشعر الجميل أحيانا بنكهة سردية، ربما أحيانا بأسلوب ساخر كما أشرت إلى ذلك. طبعا وأشكرك لأنك كتبت كلمة جميلة في مقدمة أحد دواوينها، وكنت أيضا قد كتبت مقدمة لديوان من دواوينها. زهرة بالعالية باختصار يعني واحدة من اللواتي يتبوأن مقعدا أثيرا في مجال الشعر النسوي الجزائري. أستاذة نسيبة، أنت شاعرة ونحن نتحدث عن زهرة بالعالية، أنت إلى أي فريق تنتمي؟ هل تنتمي إلى أمثال زهرة بالعالية والرجل والعلاقة هذه، أم أنك تنتمين إلى فرقة أخرى؟ أنا دائما أنفي تصنيفي في خانة معينة، لأني أكتب بصوت أنثوي كما أكتب بصوت ذكوري أيضا، وأنا من دعاة هذا التوازن، لأن مبدئي إنساني عموما، وأهتم بجميع القضايا بصوت قائلها، حتى لو كان طفلا، حتى لو كان شيخا، وحتى في نيتي لكتابة السردية هذا هو مبدأ الخاص. ولكن التصنيف عموما في العالم العربي لا يقع على مستوى الموضوع أكثر مما يقع على مستوى الشكل. وأنا كتبت القصيدة العمودية، ولكني أميل أكثر إلى قصيدة النثر بحكم ميولي السردية، فسرديتي وجنوحي القصصي يقودني إلى معالم لغوية أرفع من أن تكون نثرية بالمقصود السردية. فأحاول، أو لا أدعي أو أحاول، ولكني أرفعها إلى مقام الشعرية بلغة شعرية وشاعرية. ولست أبدا من دعاة هذا الفصل بين ما تكتبه المرأة وما يكتبه الرجل، والانزياح إلى أحدهما. فهذا الانزياح يؤدي إلى مسألة الهوية. والمفروض أننا في هذا الزمن لا ينبغي أن نطرح مثل هذه النقاشات التي طرحت سابقا في مرحلة التأسيس التي أنشأتها شاعرات الجيل الأول وروائيات الجيل الأول، اللواتي كنا ملحميات ثوريات ذكوريات، لأنهن خرجنا من أزمة الاستعمار الفرنسي إلى الاستعمار الاجتماعي، فوجدنا أنفسهن أمام سلطة ذكورية يريدون التملص منها. واستمرت هذه المواضيع من الشعر والرواية إلى الحد الآن، ولكن ما ينبغي طرحه الآن هو تجاوز ذلك إلى المسائل الأخطر التي تطرحها النسوية الآن عبر العالم. وهذا ما توجه إليه عبد الوهاب المسيري في حديثه عن الحدث السائلة، وما ذهبت إليه النسوية من انحراف بعد الحرب الأهلية الأمريكية، التي أنشأت خطابا نسائيا يدعو إلى حق المرأة الطبيعي في التعليم وفي المجتمع، وخطاب يعني وجودها الأنثوي بشكل عام. ولكن فيما بعد انحرف الأمر إلى مسارات أخرى تبنتها الكاتبات عبر العالم والعالم العربي، وبدأت تظهر بذورها في الكتابات، سواء التي يكتبها الرجل أو التي تكتبها المرأة في الرواية الجزائرية، وخاصة الرواية ما بعد 2015 إلى الفترة الحالية التي موضوعها أكثر. ونحن نلاحظ، أنا ألاحظ يعني على مستوى التلقي في الجامعة، الطلبة الذين أدرسهم أسألهم في البداية عن ميولاتهم القرائية في الرواية، هنالك جنوح إلى الفانتازيا والماورائيات والروايات التي تنشأ عن طريقها الآن
أفلام سينمائية ومنصات. بالنسبة لمطالعك ككل، أنت الحقيقة أن طرحتي قضايا كبيرة وكثيرة، وأنا أردت أن وهذا التوجه في الكتابة أنا الآن أتبناه، لأني تجاوزت مرحلة محاربة الرجل. ربما كان هذا في فيس عشق في البداية، مثل أي أنثى. الآن أنت تتحدثين عن أمور اجتماعية وثقافية يعيشها المجتمع. أردت أن نتوجه إلى الأستاذ الناقد الكبير يوسف غليس. يوسف غليس، هل تخلصت المرأة اليوم في الكتابة؟ هل تخلصت من النهر الذي أوجده الرجل؟ وأنت تتحدث عن عبد الله الغزامي والفحولة وكل هذه المؤثرات الكبرى التي من الصعب على كاتبة، على الشاعرة، الفكاكة منها. صحيح، هناك بعض يعني طبعا الشواعر لسنا كثلة متجانسة في هذا الشأن، يعني هناك بعض الشواعر لا يكتبنا بلغة الفحولة، يعني يكتبنا سطر ربما نموذجا لشاعرة جزائرية من جيل متأخر، ولكنها تكتب بثقافة الفحولة، يعني على البحور الإيقاعية التي عرف بها الشعراء الفحول الأوائل، ربما أيضا تنخرط في القضايا الذكورية. هناك بعض النسوة يكتبن عن قضايا ذكورية أو قضايا مشتركة يعني بين الرجال والنساء، وهناك بعض الشاعرات اللائي استقللن بموضوعاتهن بهذه الموضوعات النسوية. طبعا هذا من وحي ثقافة ما يسمى بالجندر أو ثقافة الجنوسة، وربما يعني نسيبة كانت تشير إلى بعض السؤال الذي يطرحه بعض الناس إلى وقتنا الحالي. بعضهم لا يعترف بأدب نسوي وأدب رجالي، هذا التصنيف أو هذه القسمة الضيزة في نظر بعضهم، ولكن في الحقيقة هذا الأمر ربما هذا التساؤل كان مشروعا في البدايات التأسيسية الأولى، ولكن الآن يعني من يقرأ بعض الكتب العلمية، هناك كتاب عنوانه جنوسة الدماغ وهو مترجم إلى اللغة العربية، أتصور كأنه تفسير للآية القرآنية وليس الذكر كالأنثى. إذن هناك فوارق جنوسية بين الذكور والإناث، من الطبيعي جدا أن تنعكس هذه الفوارق في الكتابة النسوية. لذلك الآن وفقا لهذه الثقافة النسوية الجديدة من الممكن أن نجد بعض الشاعرات يكتبن في قضايا نسائية بحتة. هذا أمر أعتقد أن في الحقيقة الشاعرات الجزائريات لسنا بدعا في هذا المجال. هذه الظاهرة ربما سنجدها ظاهرة عربية، ويعني قلت ثقافة الجندر الآن تدعو إلى ضرورة أن تستقل المرأة بقضاياها الشعرية. ماذا يقول النقاد أمثالكم عندما نتحدث عن المرأة التي تكتب قصيدة ردة فعل من الرجل، أو تكتب نصا سرديا ردة فعل من الرجل الذي اضطهدها بين قوسين، الذي حبسها وجعلها دمية إلى غير ذلك؟ هل واقعيا في ممارسة الشعرية، هل في الجزائر اليوم وأنت درست عدد كبير من الشاعرات، هل تخلصنا من هذه العداوة بين قوسين أيضا حتى لا نغضب النساء أو الرجال على حد سواء، لأن هناك عملية تكامل بالنهاية، هل تخلصنا من ردة الفعل هذا ظلمني أكتب عنه، الآن أنا أكتب قصيدة مثل قصيدة الرجل أتحدث عن أمور كثيرة والسلام؟ أستاذ يوسف غليسي تسمعوني؟ لم أسمع نصف الكلام الأول. أنا سألت سأختزل لك، هل في الجزائر اليوم شاعرات تخلصنا من ردة فعل إزاء الرجل وكتبنا نصوصا في السرد وفي الشعر ليست ردة فعل، هي نص يشبه نص الرجل والسلام؟ نعم، وكنت أشير إلى كثير من الشاعرات. في الحقيقة أنا كتبت فصلا كاملا عن هذه القضية في كتاب خطاب التأنيث. ربما هذا الصراع كان في البدايات، يعني مثلا من يتتبع تجربة فضيلة الفاروق وهي كاتبة جزائرية كبيرة تعيش في بيروت تكتب القصة والرواية، وكانت تكتب عمودا بعنوان همسات أنثى في جريدة الحياة هنا في قسنطينة، كانت بداياتها بداية عدوانية دائما تركز على الرجل بوصفه يعني آخر وبوصفه عدوا،
ولكن طبعا في ربما في مرحلة نفسية تعيشها المرأة في مرحلة متأخرة في مرحلة الأربعينيات، مرحلة يعني منتصف العمر، تبدأ المرأة تدريجيا في التخلص من تلك العداوة الوهمية. في الحقيقة ليس هناك مبررات موضوعية لتلك العداوة، تصبح المرأة تكتب قضايا، وطبعا لا يهمها قضايا ربما هناك موضوعات محايدة أحيانا، ربما تقرأ نصا بمعزل عن صاحبته لا يمكنك أن تتنبأ ما إذا كان هذا النص لامرأة أو لرجل، هذا أمر موجود. أنا أتصور أن كل هذه المسائل الإشكالية تتعايش في زمن واحد. الآن في هذه السنوات نقرأ قصائد فحولة، قصائد بطبع ذكوري، ربما بتشكيل ذكوري إن صح هذا الأمر، ونقرأ أيضا قصائد كما كنا نسمع لزهرة بالعالية، قصائد أنثوية بحتة، ومن الممكن أن نقرأ قصائد محايدة. كل هذه الأجيال الآن تتعايش في مرحلة واحدة. ربما القضايا التي كانت تتحدث عنها الأخت نسيبة بخصوص النسوية التي انحرفت عن مسارها، أنا أتصور أن الكاتبة الجزائرية يعني كاتبة محافظة بطبعها، وهي تربأ بنفسها أنت تنخرط في هذه المسارات التي لا تلائمها. الآن يمكنك مثلا أن تعود إلى تجربة الرائدة الكبيرة زهور والنيسي، وقد كنت في بيتها الأسبوع الماضي فقط وأطلعتني على كتابيها الأخيرين، ولاحظت يعني أن زهور والنيسي في كتابها منمنمات للحب والوطن أو في روايتها تغريدة المساء، يعني نلاحظ أن زهور والنيسي كأنها لا تختلف عن زهور والنيسي التي بدأت في خمسينيات القرن الماضي في بداياتها الأولى، لا تزال وفية لذلك الطابع الأصيل للنشأة العلمائية، نشأة جمعية العلماء المسلمين التي نشأت في أحضانها، ولم تغيرها تلك الظروف، ربما لم تغيرها لا الوزارة ولا النيابة البرلمانية ولا المكانة الاجتماعية الأثيرة التي حظيت بها في السنوات الأخيرة، ولكن طبعا هي امرأة جزائرية أصيلة لا تزال تكتب كما كانت، ربما تطورت فنيا ولكنها بموضوعاتها وبثقافتها لا زالت هي نفسها زهور والنيسي التي كنا نقرأها في جريدة البصائر في سنوات الخمسينيات. الحقيقة أن زهور النيسي تستاهل هذا، وأكثر تحية خاصة لهذه المرأة الإنسانة والأديبة الكبيرة المجاهدة المناضلة، صراحة أثرت المكتبة الجزائرية كم كبير من الكتب. دكتور، أريد أن تسمع معي وتسمع خط آخر في الكتابة الشعري النسوية، هو فاتحة معمري، إليكم. قطعت قفار الطرس مسكوبة الحبر إلى راهب في الحرف أن مسني شعري. أتمتم في الترحال بعض عزائمي وأتلو تعاويذي بقارعة السطر.
أسيري وقد أمسيت من سحر بيته أسيرته من شدة الحب والسحر. إذا ما دعاني قدمتني عروضه على طبق من لحظة. إحساسي من ورس رحلتي مكحلة الأنفاس من رمله التبري مسلمة الأمراس مما يشينها مبرأة الأدماس في ثوبه الطهري. مقربة من كل صدق يقوله ومبعدة عما يزيغ عن البر فلا وطأت رجلي به أرض فتلة ولا سرت فيه ما يعيب على ظهري، ولكن قصدت الله فيه وإنما يزل لسان الشعر عن ظاهر الأمر. دكتور يوسف لو سألتك فاتحة معمري أخذتنا إلى أجواء صوفية روحانية مختلفة، ونحن تعودنا في الجزائر على شعراء يكتبون القصيدة الصوفية، لست أدري كيف تحكم عليها، ولكن نحن اليوم نتحدث عن القصيدة الأنثوية. هل هناك في الجزائر اليوم شاعرات أخريات من غير شفيقة معمري وما بين شفيقة وعيل وفاتحة معمري يكتبن داخل التصوف؟ فاتحة معمري شاعرة جنوبية جميلة، شيطانة جميلة من شياطين الشعر النسوي ضمن هذا الجيل الأخير، وأنا في الحقيقة معتز بتجربتها، وهي من الأسماء المأسوف على عدم وجودها في كتاب خطاب التأنيث، ربما لأنه حين صدر الكتاب سنة 2008 لم تكن فاتحة معمري تنشط في هذا المجال. يعني تلاحظون أن فاتحة معمري في قصيدتها هذه شيطان الشعر تكتب بلغة الفحول، شاعرة متمكنة لغويا وإيقاعيا، تكتب نجد في قصيدتها هذه التناصات القرآنية، هذه اللغة القرآنية، نجدها تكتب قصيدة، يعني من النادر أن نجد امرأة تكتب قصيدة على بحر الطويل، بحر الفحول، البحر الذي يلقي بظله على ثلث الشعر العربي القديم
فاتحة معمري تكتب على هذا الوزن، تكتب قصيدة بهذه اللغة، أعتقد أنها كما تفضلت أنت تنتمي إلى مدرسة مختلفة في تاريخ الشعر الجزائري النسوي، من أبرز الأسماء التي تمثل هذه المدرسة شفيقة معمري، عفوا شفيقة وعيل، وهي شاعرة كبيرة أيضا، ربما من الشاعرات اللائي لم نكن نعرفهن في السابق، ولكنها لفتت أنظار المتتبع أو القارئ أو المتلقي من خلال برنامج أمير الشعراء. إذن فاتحة معمري تقريبا تسير في ركاب هذه المدرسة، شاعرة المقامات والأحوال، لها تجربة عرفانية متميزة، تجربتها الصوفية، ثقافتها الصوفية الكبيرة انعكست على تجربتها في الكتابة، أغنت تجربتها وأثرتها. وطبعا ولذلك ليس غريبا أبدا أن تتوج هذه الشاعرة بجائزة المنارة التي نظمت قبل سنوات قليلة. أتوقع مستقبلا مشرقا لهذه الشاعرة الواعدة بالكبر إن شاء الله. أستاذة، تريدين أن تقولي شيئا في فاتحة معمري؟ والله فاتحة صديقتي، وهي شاعرة من الصف الأول، وأنا أعرفها شخصيا، وأعرف أن تجربتها الصوفية ليست كتابية فقط، وإنما هي تعيش التصوف في حاله وأحواله حقا، وتنهل من ذلك البحر في حياتها اليومية، وهي من عائلة متصوفة ومن منبع الجنوب، ولغتها قرآنية خالصة، وكما قال أستاذي الكريم تكتب على بحور صعبة وبحر الطويل خاصة، يعني أتوقع لها أن تكون هي بذاتها مدرسة. بالنسبة لي أنا لا أقرأ لشاعرة جزائرية تكتب بالعمود كما أقرأ لفاتحة، يعني تستوقفني نصوصها من أول حرف حتى نهايته. دكتور يوسف، كان العقاد وهو من جمعة الديوان ومن المؤسسين للنقد العربي، كان يقول إن المرأة بعاطفتها وشفافيتها وهذه الأمور أقرب إلى الإبداع الشعري منها إلى الإبداع السردي. ماذا تقول أنت؟ بالعكس، يعني العقاد كان له موقف غير مشرف في هذه المسألة. العقاد كان له موقف جذري سلبي من شعر النساء. هو النساء بالنسبة إلى العقاد كما يقول بالحرف الواحد في كتابه ردود وحدود، هن شاعرات، هن روائيات مجيدات وشاعرات مقصرات. بالنسبة إليه المرأة تصلح لكل شيء إلا أن تصلح لقول الشعر. طبعا هو قدم بعض المبررات التي ربما ينظر إليها الآن هذه الأجيال الجديدة، تنظر إليها على أنها مبررات واهية. يقول الشعر عماده الغزل، والغزل هو وسيلة الرجل لمناجاة المرأة، إذن كأن المرأة خلقت كي تكون متلقية لا ملقية، وهو من هذا القبيل. طبعا لا يستلطف أبدا أن تكون المرأة شاعرة. وطبعا يتوقع العقاد أن يحتج الناس عليه بشعر الخنساء، فيستعرض ديوان الخنساء ويقول إن ديوان الخنساء هو مجرد عويل وبكاء، وإنك لن تجد فيه يعني قضايا أخرى غير هذا العويل والبكاء. يعني حتى الشاعرات المعاصرات للعقاد لم يكن كان يستكثر عليهن لقب الشاعرة، يقول السيدة فلانة وليس الشاعرة فلانة. إذن أعتقد أن العقاد كان له موقف سلبي جدا من المرأة الشاعرة، وأعتقد أنه يعني كان ظالما للمرأة من هذا. هو دكتور الميل غير الإجادة، الميل باعتبار العاطفة، وفيه من فسر أن الرواية لغتها لغة العقل، ولكن أنا أردت رأيك أنت بالذات وأنت الناقد الكبير. أنا في الحقيقة كتبت ردا، يعني سميت هذا النقد النقد، لأنه هناك اتجاه في النقد الغربي يسمى النقد القضيبي، الذي ينظر إلى المرأة هذه النظرة السلبية ومن هذه الزاوية. يعني كنت رددت على حجاجي العقاد، ويعني ذكرت أن المرأة إذا كانت المرأة بفطرتها قد خلقت كي تكون متلقية لخطاب الغزل لا ملقية له، فاعتقدت أن هذا العامل بالعكس يعني هو عامل
إيجابي يساعد المرأة على كتابة الشعر، كأن الشيء الذي يمنع ما يمنع المرأة كي تبوح به لرجلها في الواقع يمكن أن تبوح به لنصها، ومن الممكن أن تكون شاعرة بامتياز من هذه الزاوية. وبعد ذلك أيضا استعرضت تاريخ بعض النسوة، يعني زوجة ابنة شعيب، يعني زوجة موسى، وحتى السيدة خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في علاقاتهن بأزواجهن، وتبين أن المرأة أيضا من الممكن أن تكون مبادرة، يعني ليست المرأة متلقية دائما. أعتقد أن العقاد كان ظالما. طبعا ربما حين يقول بأن المرأة تجيد السرد أكثر من إجادة الشعر، ربما هو محق في هذا الأمر، هو يستعرض أيضا حججا أخرى، يقول المرأة فضولية بطبعها، تستطلع العلاقات بين الرجال والنساء، تريد أن تعرف هذه الأسباب، ما الذي حدث، لماذا، ماذا حدث بعد ذلك. يقول كل هذا هو معدن الكتابة السردية. وأعتقد أن العقاد لو قيد له أن يعيش إلى زماننا هذا ربما لوجد في تجربة أحلام مستغانمي التي كانت شاعرة فاشلة وروائية ناجحة ربما حجة، ولكن أعتقد أن هذه الحجة حجة استثنائية لا يمكن أن تعمم على جميع الكائنات النسوية الحبرية. ما رأيك دكتور لو قلت لك أن هناك من الشعراء الرجال تزوجوا بشاعرات نساء؟ الآن لا سرا إذا قلت لك أني أعرف شاعرة مجيدة هي خالدية جاب الله، وهي زوجة الدكتور يوسف غليسي الشاعر. إليك خالدية جاب الله. قبل البحر أحيانا إن الجسور التي في طرفها قدري جرحن قلبي أشواقا وتحنانا، وقمن ناجين في الأحلام ذاكرتي فاستبشرت منذ بدء الحلم نجوانا، جلبن للقلب عشقا لا حدود له واقتتن من كبدي سرا وإعلانا، سرت الحبيبة ها جاءت تهلل لي وتشرع الصخر مزدانا بوهرانا، من جبهة البحر جئت الصخر عاشقة والصخر يعشق قبل البحر أحيانا، وجئتك يا أيها الصخر مثقلة بالحنين، عبرت جسور الحنان، لعنت الدروب التي لا تؤدي إليك، لمحتك كنت أنيقا كبعض المشاة، مرصعة بالأغاني دروب الذين مشوا نحوك الآن في كل آن، وموديل صفوتهم لم يزل عابرا كل أرض بفارق حلم أذاب الجليد، أذاب المسافة يا سيد الأولين، أنيق كبعض المشاة، ونخلة أهوائك المستميتة في نبش درب تعرت جميع ممراته، قالت الآن هيت لسرب المحبة يا سيد المتعبين، لحلم يسير وحيدا تضاجعه الأنجم الغانيات، تؤرخ أحزانه العائدات، أنادي يجيب رصيف الزهور، وتصهل نجمة ياسين تعاتب كل الفراغات، ثم تنوء بضلع الأمان ويرفل في دمعها السنديان، لموج محبتك المستشيط حنانا، لباكورة الحزن في وجد آلهة العاشقين، تهيأ تهيأ ومسح على وجه المستدير لنجمة كل الأماني، وللدمع ألف صلاة وألف أنين، أيا سيد الأولين، مباركة بعض أحلامنا حين تسد الوريدة وتحشوه بردا وتطفئ كل المنارات كل البدايات، قليل من الصدق، لا بل قليل من الدفء، يشعل كل الممرات، يلون كل الرماد، يعيد لنجمة ضحكتها البكرة، يركض شرقا وغربا ويهدأ حين تباركه النجمات، وجئتك يا أيها الصخر أقسمت بالنازلات وبالماحقات، وقلت. أستاذ يوسف غليسي، أعطينا رأي، هل تستطيع أن تقدم لنا الآن رأي موضوعي، موضوعي جدا في الشاعرة التي استمعت إليها الآن؟ نعم، أولا شكرا للشعر الذي قادني إليها والذي عرفني إليها. في الحقيقة أنا ما كنت لأعرفها لولا الشعر، وبعيدا عن كونها زوجة لي، عن كونها زوجتي،
فقد كتبت عنها، يعني من حسن حظي أنني كتبت عنها قبل أن أتعرف إليها، كتبت عنها في الطبعة الأولى من خطاب التأنيث، والحقيقة أنها شاعرة شرفت القصيدة الجزائرية في المحافل الدولية. هذه القصيدة منشورة في مجلة الهلال المصرية وما أدراك ما الهلال، وهذه القصيدة منشورة في معجم البابطين للشعراء العربي المعاصرين. هذه الشاعرة لها قصائد منشورة في الديوان العالمي للشعر باللغة الإيطالية، تفضلت المستعربة الإيطالية يولاندا غواردي بترجمة بعض نصوصها ونشرتها في هذا الديوان العالمي المكتوب بمختلف لغات العالم. هذه الشاعرة هي أول شاعرة ربما تحتل مرتبة متقدمة في برنامج أمير الشعراء في دورة 2008. استطاعت هذه الشاعرة أن تحرز المرتبة السادسة، وهي لحد الآن أحسن مرتبة يحققها شاعر جزائري في هذا البرنامج. هذه القصيدة في حد ذاتها إذا نظرنا إليها، وهي قصيدة تتحدث عن رحلتها من جبهة البحر من وهران إلى قسنطينة، طبعا هي مسقط رأسها في وهران، وهي ابنة وهران التي أصبحت تقيم بعد زواجها الآن هنا في قسنطينة. يعني قصيدة أتصور أنها قصيدة جميلة وقد فازت بجائزة كبيرة، جائزة ابن باديس. القصيدة تلاحظ أنها تمزج، يعني على المستوى التشكيلي تمزج القالبين العمودي والحر، يعني مطلع عمودي وبعد ذلك مقاطع حرة، مطلع من بحر ثم مقاطع من بحر آخر. نلاحظ أيضا هذه التناصات التراثية، هناك إحالات يعني جميلة في هذه القصيدة على والأذن تعشق قبل البحر وقبل العين أحيانا، هي تقول والصخر يعشق قبل البحر أحيانا، إحالات على كاتب ياسين وعلى نجمته، على مالك حداد، على رصيف الأزهار لا يجيب. أعتقد أنها قصيدة جميلة، يعني بغض النظر أنا ناقد وأحاول دائما أن أكون موضوعيا وأن أضع مسافة أمان بيني وبين النصوص التي أشتغل عليها، وقد كتبت مقدمة لديوانها قبل أن أتعرف إليها، وهذا الديوان يعني أعتقد أنه من الدواوين الجميلة التي حظيت بمكانة كبيرة في الدرس والنقد. كتبت حول هذا الديوان دراسات كثيرة، صدرت منه 3 طبعات، طبعتان جزائريتان، وفي السنة الماضية تفضل بعض الإخوان في المغرب وأعادوا طباعته هناك. أعتقد أن كل هذه الأمور لم تأتي سدى، وإنما هي نتيجة مجهود كبير وتعب كبير. وطبعا هي بغض النظر أيضا عن هذا، ربما المفارقة أنها تكتب الشعر ولكنها منشغلة بالرواية، هي دكتورة يعني وقد حضرت ناقشت رسالة دكتوراه في الرواية المغاربية وبإشراف أستاذ الجيل الدكتور عبد الملك مرتض. أعتقد أنها من الأسماء أيضا المضيئة في تاريخ القصيدة النسوية الجزائرية المعاصر. أستاذة نسيبة، ماذا تكتب الآن الروائيات الشابات اليوم اللواتي يقتحمن عالم السرد اليوم؟ اللواتي يقتحمن عالم السرد اليوم يكتبن عن قضايا متشعبة عالمية، كما كان يقول أستاذي يوسف غليسي عن زهور منيسي حين تحدثت عن الكاتبة كيف تكون، وقالت أنها يجب أن تكون غير مترددة وبعيدة عن الهواية، وأن تكون ناضجة، وأن تجد الكلمة المناسبة، وأن تقرأ وتتطور. وتحدث أستاذ يوسف عن تطور تجربتها وانتقالها من الثورية إلى الوعي. لم يعد ربما القلم الآن سلاحا نضاليا بالنظرة التي تحملها زهور منيسي وكاتبات جيلها وما بعد جيلها. بالنسبة للكاتبات الشابات الآن هن مهتمات، خاصة الأقلام الجديدة التي بدأت تظهر منذ 2019 وما يأتي، يحاولن أن يظهرن عن طريق الرواية. يعني أصبحت الرواية كزينة أو كمكياج لتبرز به الأنثى
راوية أو كاتبة ولها حضورها في المجتمع بصفة الكتابة ربما التي الآن أصبحت مغرية أكثر منها هاجسا أو نضالا أو سلاحا كما ينبغي أن يكون في الأصل. وللأسف هذا ما لاحظته في قراءاتي للروايات الجديدة. طبعا هنالك تجارب مميزة ولا أريد أن أذكر أسماء، ولكن مواضيعها لازالت تتعلق بأمور الأزمة الجزائرية وما ظل مبهما أو لم يتحدث عنه في فترة الاستعمار، وربما هذا يعود إلى طول الفترة الصامتة التي تقدمت ظهور أول رواية جزائرية خاصة فيما يتعلق بالرواية العربية. نحن أتينا متأخرين، لهذا هنالك الكثير لنقوله، وربما هذا السبب هو الذي يشفع تقبلنا لهذا الزخم من الطرح الروائي الجديد سواء للشابات أو الشباب أيضا. أريد أن أعقب على بسرعة. نعم بسرعة بسرعة. طيب اسألني سؤالك. سأسألك فيما بعد. أنا معي الآن آخر نص هو لليلى العوير، أيضا طريقة أخرى مختلفة، ونحن حاولنا في هذا البرنامج أن نصل إلى الجهات الأربع من الوطن والجهات المختلفة من ناحية الرؤى والتصور عند الشاعرات الجزائريات. إذن معنا ليلى العوير، إليكم. القدس عروس عروبتكم، لكن اللون الأبيض خان، والليل الوردي تماهى وتماهى مع الليل الآذان. لا أرض تجاملنا، لا رمل، لا نخل، ولا حس الإنسان، لكنك يا شجر الزيتون، زيت الأوطان، نور تقذفه آيات، نيرانا في وجه العدوان، فتغني جميلة بوحيرة، آيات الأخرس للباب، تستشرف آيات الإيمان. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل امرأة حرة أهدي قصيدتي آيات الأخرس. آيات الأخرس بالباب، تستشرف آيات النصر، وتعانق في الموت حياة وتحث على فعل الخير. قد تقطف حبات الزيتون، قد تقطع أغراس النخل، لكن بالصدر أوطان تأبى أن ترحل في السر. آيات الأخرس آيات، تلبسها أرواح حرة، نار أسوار أنوار، وحديث الرفض هو الثورة. قد يرقد حلمي أعواما، قد يرمى في أغوار الجب، قد تقهر روحي ألغاما، قد تكسر آهات ابن الجنب، لكن شقائق تغريد. لا ليلى العوير، أردت تعقيبا من الأستاذ يوسف غليسي. نعم ليلى العوير، أتخيل أنها اتجاه آخر في الكتابة الشعرية النسوية الجزائرية. هي كما تعلمون أستاذة في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وهي عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. هي تكتب عن القضايا القومية والإسلامية الجليلة، وكنت أرى غلاف مجموعتها غضبتان. وفي الحقيقة هذا الديوان هو عبارة عن ديوان مشترك بينها وبين الشاعر المغربي الكبير حسن الأمراني، ولها تجربة أخرى مع الشاعر المغربي الكبير محمد علي الرباوي، وهما شاعران إسلاميان كبيران. ليلى العوير إذن هذا هو اتجاهها، لها ثقافتها التراثية، لها حسها القومي، حسها الإسلامي، امرأة محافظة، يعني شاعرة محافظة، لكنها أيضا تكتب بتقنيات حديثة. أعتقد أنها يعني أمثال ليلى العوير، دكتورة ليلى العوير، هناك شاعرات كثيرات يمثلن هذا الاتجاه المختلف، ولذلك القضايا الأنثوية أو النسوية من النادر أن نجدها في كتابات ليلى العوير. ليلى العوير إذن أيضا من مدرسة الفحول، من هذه المدرسة التي من الممكن أن تقرأ فيها القصيدة فلا تتبين أن صاحبتها امرأة أو رجل. يعني بالنسبة إليها القضية القومية الإسلامية أهم من أي تفريعات أخرى.
دكتور، لم يبقى معي كثير وقت، ولهذا أنا شاكر للدكتور يوسف غليسي على الحضور المتميز في كل مرة، وأنت تتحدث عن شيء تعرفه جيدا من خلال كتابك خطاب التأنيث. شكرا لك على المشاركة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله. يعني تحية أخرى لكل المبدعات الجزائريات في هذا اليوم العالمي للمرأة الجزائرية. الشاعرة والباحثة نسيبة عطاء الله، شكرا لك أيضا على الحضور، هذا الحضور الأثيري الخفيف الذي كان في برنامجنا. شكرا، نلتقيك في حصة أخرى لنطرح عليك السؤال الذي أجلناه. شكرا لك أستاذ فرحات، وتحياتي خالصة لك والقائمين على البرنامج، وتحياتي لأستاذي الكريم الذي جمعتني به اليوم، شرف لي، وعيد سعيد لجميع نساء العالم. شكرا لك، وأنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله، إلى اللقاء.